بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي في المحاضرة 13 في مقرر سلوك المستهلك اللي بتكلم عن عوامل البيئة الخارجية وتأثيرها على سلوك المستهلك. لما نيجي نتكلم عن عوامل البيئة الخارجية وتأثيرها على سلوك المستهلك، هنعرف أولا لما نيجي نتناول هذه العوامل بتاعت البيئة الخارجية لازم نعرف أو ندي مفهوم بسيط عن مفهوم البيئة. بعدين ننتقل إلى نقطة تانية قبل ما نتكلم عن هذه العوامل، نتكلم عن أنواع البيئة، وآخر نقطة اللي هي عناصر البيئة الخارجية وكيفية تأثيرها على سلوك المستهلك. لما نيجي نتكلم عن مفهوم البيئة أو تعريفنا للبيئة، هتلاقي إن في تعريفات كتير وناس كتير تناولت تعريفات أو مفهوم البيئة، ولكن بصفة عامة إن مفهوم البيئة هي مجموعة من العناصر أو العوامل أو المتغيرات المحيطة بالفرد والتي تؤثر وتتأثر بسلوك هذا الفرد. خدوا بالكم من كلمة تؤثر وتتأثر، ناس كتير جدا كانوا بيعتقدوا ان البيئة بتؤثر فقط، او ان العوامل البيئية اللي هي مجموعة العناصر والعوامل المتغيرات هي اللي بتؤثر في سلوكيات الفرد. لا، ده هنا كمان سلوكيات الفرد ممكن تؤثر في البيئة نفسها. فالخلاصة هتلاقي ان البيئة هي مجموعة من العناصر أو العوامل أو المتغيرات المحيطة بالفرد واللي بتؤثر وتتأثر بسلوك هذا الفرد. طب البيئة المحيطة بالمستهلك هي برضو بنفس النمط ونفس المنوال، هي مجموعة العناصر أو العوامل أو المتغيرات المحيطة بالمستهلك واللي بتؤثر وتتأثر بسلوكه الشرائي. ده مفهوم البيئة ومفهوم البيئة الخاصة بالمستهلك اللي هو المستهلك النهائي. طب ايه هي انواع البيئة؟ في تقسيمات كتير واسس كتير استخدمت في تحديد انواع البيئة، ولكن في نوعين اساسيين من البيئة. النوع الاول اللي هي البيئة الداخلية، النوع الثاني هي البيئة الخارجية. يبقى عندنا نوعين اساسيين من البيئة، بيئة داخلية وبيئة خارجية. وكتير جدا من الناس او من المهتمين او الكتاب او المتخصصين يقسموا البيئة الخارجية الى نوعين اخرين، يقولوا ان البيئة الخارجية بتنقسم الى بيئة خارجية خاصة وبيئة خارجية عامة، او بعض الناس يقولوا بيئة خارجية جزئية وبيئة خارجية كلية. هنشوف ايه العناصر اللي موجودة في البيئة الخارجية الخاصة او البيئة الخارجية العامة او اللي بيسموها بعض الناس جزئية وكلية. اذا انواع البيئة بتنقسم لنوعين اساسيين، بيئة داخلية وبيئة خارجية. والبيئة الخارجية بتنقسم الى بيئة خارجية خاصة او عامة وبيئة خارجية جزئية او كلية وكلية. يبقى عندنا نوعين، بيئة داخلية وبيئة خارجية. البيئة الخارجية بتنقسم إلى بيئة خارجية جزئية وبيئة خارجية كلية، أو بعض الناس سموها بيئة خارجية خاصة وبيئة خارجية عامة. وكل نوع من أنواع البيئة الخارجية له مجموعة عناصر أو مجموعة متغيرات أو مجموعة عوامل موجودة داخل هذا النوع من البيئة، وبيؤثر على سلوكيات الأفراد اللي يعيشوا داخل هذه البيئة أو إن البيئة تكون محيطة به. طب إحنا يا دكتور، إحنا أي نوع من البيئة اللي إحنا هندرسها واللي إحنا نتناولها في المحاضرة دي هي البيئة الخارجية، اللي هي البيئة الخارجية الخاصة والعامة أو البيئة الخارجية الجزئية والكلية. يعني إحنا هنركز على البيئة الخارجية بشقيها الخاصة والعامة.
طب ايه هي العوامل او المتغيرات او العناصر اللي موجوده في البيئه الخارجيه الخاصه، وايه هي العناصر او العوامل او المتغيرات اللي موجوده في البيئه الخارجيه العامه اللي ممكن تؤثر على سلوك المستهلك؟ العوامل اللي موجوده في البيئه الخارجيه الخاصه او الجزئيه اللي بتأثر على سلوك المستهلك، خدوا بالك كلمة تؤثر وتتأثر، منها الـ الأفراد نفسهم المستهلكين نفسهم أو المستهلك نفسه بيعتبر عامل من العوامل اللي موجود داخل البيئة الخارجية الخاصة أو الجزئية، وفي نفس الوقت بيؤثر على البيئة وفي نفس الوقت بيتأثر بالبيئة المحيطة به. طب مين التاني، العناصر الاخرى او العوامل الاخرى او المتغيرات الاخرى الموجودة في البيئة الخارجية الخاصة او الجزئية؟ هتلاقي فيه المنافسون، يعني الشركة عندها مجموعة من او في مجموعة من الشركات الاخرى بتنافسها، دي موجودة في البيئة الخارجية الخاصة او الجزئية واللي ممكن تؤثر على سلوك المستهلك وفي نفس الوقت تأثر بسلوك المستهلك. ازاي؟ يعني شركتين بنفس بعض او مجموعه شركات بنفس بعض بيشتغلوا في نفس المجال او في نفس القطاع، انا كمستهلك ممكن اتاثر بالانشطه بتاعه هذه الشركات المنافسه ببعضها البعض، ممكن شركه تنتج منتج بسعر اقل ونتيجه ان هي بتعمل ترويج وبتاع اتاثر بالشركه ديت وبالانشطه بتاعتها وبالترويج بتاعها واروح اسيب المنتجات اللي انا كنت متعود اشتريها من شركه اخرى واروح لمنتجات الشركه اللي عملت اعلان وترويج وعملت منتج جديد واسيبه واسيب المنتج القديم اللي انا كنت متعود عليه واروح للمنتج الجديد بتاع هذه الشركه. وفي نفس الوقت الشركه المنافسه دهيت ممكن تلاقيني ان انا محتاج منتج معين او ان انا ارغب في الوان معينه او في تصميم معين، فممكن تاخد احتياجي دهوت او رغبتي دهيت وتشكلها في شكل منتج وتنتجها عشان تلبي حاجاتي ورغباتي. يبقى انا اتاثرت بانشطه الشركه المنافسه وفي نفس الوقت انا كمستهلك، وفي نفس الوقت الشركه المنافسه دهيت اتاثرت بحاجاتي ورغباتي وبدات تعمل انشطه تسويقيه وبتاع وتنتج منتجات ف تتلبي او تلبي الحاجات والرغبات بتاعتي. فالمنافسون بيعتبروا من عناصر او البيئه الخارجيه الخاصه او الجزئيه اللي ممكن تؤثر وتتاثر بسلوك المستهلك. الموردون برضو من العناصر بتاعت البيئه الداخليه الخارجيه الجزئيه او الخاصه اللي ممكن تؤثر وتتاثر بسلوكيات المستهلك. لو المستهلك عايز منتج معين والمنتج ده هو محتاج مواد خام معينه او مواد عشان نصنعها، فالشركه اللي هي بتنتج هذا المنتج بتروح تطلب من المورد المواد الخام اللي هي تتناسب مع اذواق المستهلكين، مع حاجات ورغبات المستهلكين، مع امكانيات المستهلكين، فكده بيعتبر المستهلك اثر على الموردين وعلى المواد اللي بيعرضوها للشركه اللي بتنتج. وفي نفس الوقت الشركة الموردة نفسها ممكن تطلع منتج مادة خام جديدة او مادة خام احسن وتديها بسعر اقل، فالمستهلك كان متعود على انه ياخد منتج بجودة معينة، لا فممكن ياخد منتج بجودة تانية، فبتأثر على سلوك المورد نفسه، ممكن يأثر على سلوك المستهلك ولكن بطريقة غير مباشرة. الموزعون، الناس اللي بياخدوا المنتجات بتاع الشركة النهائية وبياخدوها يوزعوها بيتأثروا بسلوك المستهلك. لو المستهلك محتاج لهذا المنتج الموزعون تلاقيهم بيتساقوا عشان يشتروا ياخدوا هذا المنتج ويوزعوه. لو المستهلك مش عايز هذا المنتج الموزعين بيرفضوا انهم يوزعوا هذا الايه المنتج وتقل الانشطه بتاعه. فالموزع بيتأثر بسلوك المستهلكين وفي نفس الوقت المستهلكين بيتأثروا بسلوك الموزع. لو الموزع عنده نشاط ترويجي كويس، عنده امكانيات كويسه، ممكن يأثر على سلوك المستهلك ويخليه يغير سلوكياته، ومن هو ما كانش بيشتري هذا المنتج ان هو يشتري هذا المنتج ويترك المنتجات الاخرى. فالموزعون بيعتبروا من العناصر البيئه الخارجيه الجزئيه او الخاصه اللي بتؤثر وتأثر بسلوك المستهلك. في عوامل تانية أخرى كتير جدا في البيئة أو عناصر أو متغيرات موجودة في البيئة الخارجية الجزئية أو الخاصة اللي بتؤثر على سلوك المستهلك. ممكن الجهات الحكومية اللي بتتعامل معها الشركات
من حيث الضرائب ومن حيث الزكاة ومن حيث القوانين اللي بتوضحها هذه الجهات الحكومية الرسمية على الشركات، فممكن تؤثر على سلوك المستهلك وتتأثر به. الجهات الإعلانية المتخصصة اللي بتعمل إعلانات للشركة ممكن تؤثر على سلوك المستهلك وتتأثر بسلوك المستهلك. دي كلها عناصر أو متغيرات موجودة في البيئة الخارجية الجزئية أو الخاصة اللي ممكن تؤثر على سلوك المستهلك وتتأثر به. النوع الثاني من البيئة الخارجية اللي هي البيئة الخارجية العامة أو الكلية، ودي برضو لها مجموعة أو فيها مجموعة من العناصر أو العوامل المتغيرات اللي ممكن تؤثر وتتأثر بسلوك المستهلك. إيه العوامل أو العناصر أو المتغيرات اللي موجودة في البيئة الخارجية العامة أو الكلية؟ هتلاقي ممكن العوامل السياسية، السياسة بتاعت الدولة وعلاقتها بالدول المجاورة ممكن تؤثر سلوك الأفراد داخلها، والمستهلك ما هو إلا فرد داخل المجتمع. فالسياسة بتاعت الدولة نفسها أو العوامل السياسية، السياسة بتاعت الدولة وعلاقتها بالدول المجاورة لها، وده ممكن تؤثر على سلوك المستهلك وتتأثر به. العوامل الاجتماعية، العادات والتقاليد والقيم والأعراف، كل دي عوامل موجودة داخل المجتمع وداخل البيئة اللي بيعيشها المجتمع اللي هي البيئة الخارجية العامة، وممكن تؤثر على سلوكه وتتأثر بسلوك الأفراد نفسهم والمستهلكين داخل المجتمع. عوامل اقتصادية، العرض والطلب على المنتجات والدخول بتاعة الأفراد، كل دي عوامل اقتصادية، الجمارك، أشياء كتير جدا من العوامل الاقتصادية اللي ممكن تأثر على سلوكيات كل الأفراد الموجودين داخل المجتمع ومنها المستهلك. العوامل القانونية، النظم والقواعد والقوانين اللي موجودة داخل المجتمع واللي واضحها المجتمع عشان الأفراد يلتزموا بيها ويطبقوها وما يحدوش عنها، دي برضو بتعتبر من العوامل اللي موجودة في البيئة الخارجية العامة اللي ممكن تأثر وتتأثر بسلوك الأفراد داخل المجتمع. العوامل الثقافية، سواء كانت ثقافات فرعية أو ثقافات رئيسية زي اللي احنا شرحناها المحاضرة اللي فاتت، دي موجودة في البيئة الخارجية العامة اللي ممكن تؤثر على سلوكيات الأفراد داخل المجتمع وتتأثر بسلوكياتهم ومنه السلوك الشرائي للمستهلك. العوامل التكنولوجية، التقدم التكنولوجي اللي موجود في المجتمع وفي البيئة الخارجية العامة أو الكلية ممكن يؤثر ويتأثر بسلوكيات الأفراد داخل المجتمع. المتغيرات الديموغرافية أو الديموغرافية للسكان، تركيبة السكان نفسها من حيث توزيعاتها إلى ذكور وإناث، من حيث الفئات العمرية داخل المجتمع، من حيث مستويات التعليم، المستويات الوظيفية داخل المجتمع، كل دي عوامل موجودة في البيئة الخارجية العامة أو الكلية اللي ممكن تؤثر وتتأثر بسلوكيات الأفراد داخل المجتمع. هي دي البيئة الخارجية وعناصرها أو المتغيرات اللي موجودة فيها، سواء كانت بيئة خارجية جزئية أو بيئة خارجية كلية، وإزاي بتأثر على سلوك الأفراد داخل المجتمع. وكده احنا انتهينا من المحاضرة 13، وإن شاء الله نلتقي في المحاضرة 14 في إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.